أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للتفجيرات الإرهابية التي وقعت قبيل الانتخابات العامة والمحلية في إقليم بلوشستان جنوب غربي جمهورية باكستان الاسلامية واسفرت عن مقتل واصابة عشرات الاشخاص الابرياء. واكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الاسلامية في مواجهة جرائم التطرف والارهاب التي تستهدف ترويع الامنين وزعزعة امن واستقرار البلاد، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة وللشعب الباكستاني الشقيق ولاهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.